لو الحكاية فيها إن فيتو أن ابن هذا لا دين له ولا وطن له، وأنه يشكل خطأ داهما عن الإنسانية جمعا، ويحتاج إلى تكاتف الجهود لمواجهته، ولا سيما جهود العلماء المتخصصين لتفكيك مقولات الجماعات والعصابات والكيانات الإرهابية الضالة، وكذلك مواجهة الأفكار الشاذة والمنحرفة التي تدمر المجتمعات شأن الأفكار المتطرفة سواء بسواء. ولا شك أن تسارع وتيرة الحياة العصرية في شتى جوانبها العلمية والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية يحتم على العلماء والفقهاء والمفتين إعادة النظر في كثير من القضايا الحياتية.